هذا سائل يقول: والدي له صديق من الصوفية يحتفل بعيد المولد النبوي. هاش يقول؟ يقول: والدي عنده صديق من الصوفية، وهذا الصديق يحتفل بعيد المولد النبوي. يقول: ووالدي يطلب مني المال لأجل أن يعطيه إلى ذاك الرجل، هل يجوز لي أن أعطيه مالا طاعة للوالد؟ بعد نصيحته ينصح عن هذا الفعل ويبين له أنه حرام، فإن انتهى فيعطى، إذا لم ينتهي لا يعطى. نعم.